نيجي ل تشكيله التشكيله نعم. المتوقعه نتكلم على كينيا الاول ولا التشكيله المتوقعه؟ خلينا نتكلم عن تشكيله منتخب مصر، لمنتخب اعتقد مصر الى حد يعني ما هيبقى فيها طيب. بعض النقاش وبعض كده توقعاتك. انا وجهه نظري طبعا حراسه المرمى لحد ما الامر محسوم لمحمد الشناوي وبالتالي مفيش مشكله فيه. خط الدفاع طبعا احنا عندنا احمد فتوح تم استبعاده من المنتخب بسبب ارتفاع درجه الحراره وربنا يشفيه ان شاء الله، وتم استدعاء عبد الله جمعه في وجود احمد ايمن منصور اللي اوريدي بيلعب في المركز الباك الشمال مع نادي بيراميدز، وفي وجهه نظري هيبقى احمد ايمن منصور هو الاقرب للبدء في المركز ده، خصوصا هو اقوى دفاعيا من عبد الله جمعه. عبد الله جمعه ميزته ان هو في الشق الهجومي، ان اصلا عبد الله جمعه كان وينج اصلا في نادي انبي وتم توظيفه في نادي الزمالك كباك شمال، ولكن دوره الدفاعي مش بنفس القوه بتاع دوره الهجومي، بتلع عقليته واللي عارف طبعا كابتن حسام بدر عقليته في المركز ده لازم تديني في الدفاع افضل من صحيح. الهجوم عن الناحيه اليمنى اكيد طبعا مفيش برضه منافسه بالنسبه لمحمد هاني، محمد هاني هو الباك اليمين اساسي. نيجي بقى للاثنين المساكين، في وجهه نظري ربما يكون احمد حجازي والوينش هما الاقرب لعقليه الكابتن حسام البدري، واحمد حجازي طبعا متالق مع نادي اتحاد جده، واكيد محمود الوينش برضو رغم يعني بعض الاداء السلبي نادي الزمالك في الفتره الاخيره خصوصا على مستوى افريقيا، ولكن محمود الوينش على مستوى الشخصي في من ساعه نهايه دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت كان في افضل مستويات له، وبالتالي اشوف كابتن حسام بدري هيروح له كثنائيه مع احمد حجازي. نيجي لخط الوسط، انا في وجهه نظري بقى هنا الكابتن حسام بدري قعدته بيحب ال 4-2-3-1 وبيحب الهاف ديفندر ومعاه رقم 8 بالطريقه الكلاسيكيه. اه 6 و8 كلاسيك. انا في وجهه نظري ماتش بكره مش محتاج ده. انت محتاج انك في وجهه نظري أوكي. انك تخليها 4-1-4-1. 4-1-4-1. يعني في وجهه نظري وهتقول لي مين افضل اثنين يلعبوا بكره؟ هقول لك عمرو السوليه والنني. ده وجهه نظري. مش طارق حامد. لا مش وجهه نظري شخصيه. طارق حامد المدافع رقم 6 الكلاسيكي القوي بدنيا وطبعا طارق حامد واحد من نجوم الكره المصريه في المركز ده صحيح. بس انا اشوف مباراه بكره مش مستاهله. انت محتاج محمد النني في الفتره الاخيره وشفناه في ماتش اولمبياكوس والهدف الرائع اللي جابه، وكمان مع ارتيتا قدر ان هو يكمل شويه منطقه الجزاء المنافسين. يعني بتشوف عشان كده بقول لك دلوقتي النني بقى كمان تيبيكال 8 تيبيكال 8 بيعملها مظبوط وفكره كابتن حسام ان نني بامكانياته اعتقد لازم يبدا يعني تطور بصراحه محمد تطور بشكل كبير جدا، ونبقى صراحه مع بعض احنا صحيح. في 2019 في كاس الامم انا على مستوى شخصي تقطت محمد نني بشكل فظيع جدا جدا في فتره اجاري، وكان الاداء بصراحه مش المأمول صحيح. بعديها محمد نني فعلا افوجت نظري من اللعيبه برضو اللي تقبلوا النقد وسكتوا ما ردوش وما دخلوش في جدال سواء مع المحللين او سواء مع الجماهير رغم الانتقادات اللي كانت قاسيه جدا جدا جدا، وبالتالي تطور من مستواه. انا اشوف ماتش بكره ماتش جزر القمر محتاج ان كابتن حسام بدري يدي للامام، يعني العب بالنني وعمر السوليه. عمرو السوليه طبعا عمرو السوليه يقدر يكمل مع جنب مجدي قفشه والاثنين يبقوا بلاي ميكرز، وتحط طبعا اكيد في الرباعي الامامي زي ما قلت قفشه محمد صلاح على اليمين تريزيجيه على الشمال ومصطفى محمد مهاجم صريح، ده امر مفروغ منه. بس انت لو بتقول 4-1-4-1 يبقى هتثبت مين؟ هتثبت عمرو السوليه؟ لا هثبت نني. النني هو اللي هو اللي راجع شويه، عمرو السوليه يبقى الرابع بتاع الثلاثه اللي تحت مصطفى بالظبط يتقدم جنب قفشه، فانت هنا بتدي مساحه هجوميه قويه جدا طبعًا جدا جدا لخط هجومك، وبتقول للمنتخب الكيني انا مش بس نازل اكسب، لا نازل اعمل سكور، ودي نقطه كمان وكمان نقطه بقى نفسيه للعيبه ان احنا اصلا منتخب النهارده قوامه قوي جدا من الناحيه الهجوميه، فلازم تنزل تخوف اي منافس بيلعب قدامك وما تلعبش بشكل حذر، مش محتاج انك تلعب المباراه. يعني مثلا هو احنا مثلا بنحل المباراه دي يا كابتن هاني انا اوكي طبعا هدي المنتخب الكيني حقه في بعض الحاجات، لكن مش هتكلم عليك ان هقول للناس ان احنا بكره نازلين نلعب نيجيريا او غانا، ده كلام مش صحيح. ان كمان صحيح. ساعات ده الكلام ده او الاسلوب ده بيجي نتيجه عكسيه، انت الحذر الشديد او الزياده على اللزوم بالزبط. يجي عليك انت مش ده تفيده، فاهم قصدي؟ وبالتالي انا اشوف لا خط الوسط بكره مش محتاج انك تلعب بالشكل الكلاسيكي ل 4-2-3-1 طارق حامد وعمرو السوليه او طارق حامد والنني، لا انا في وجهه نظري العب بالنني وعمرو السوليه وهاجم ودايما اضغط
من نص ملعب منافس. حتى مباراه برضو احنا كنا بنتكلم عن النادي الاهلي ميزه انك تروح ماتش الاواي وتهاجم، وشفنا ده في ماتش فيتا كلوب ازاي لما رحنا من بدايه المباراه احنا اول ربع ساعه الاهلي وفيتا كلوب، بخلاف ان في هدفين تم احرازهم، كم هائل من الفرص ضاعت ليه؟ انت نزلت من بدايه المباراه ضغطت من قدام واديت المنافس شخصيتك واسلوبك، وده مهم جدا يعني. انا احب الاسلوب ده بقى يا كابتن هاني، دايما ادي نحترم وكل شيء، ولكن الاحترام له حد. صحيح، ما يبقاش النهارده بتكلم على على فيتا كلوب كاني مثلا بتكلم على الترجي او بتكلم على الوداد، لا دي فرق ثانيه يعني. يبقى اسلوب اللعب معاه مختلف. كينيا وجزر القمر طبعا عيننا وعرسنا، مفيش قد مشكله خالص، ولكن فارق كبير. مش الجزائر، مش نيجيريا، مش غانا، مش الكاميرون، مش تونس. وبالتالي اشوف كابتن حسام بدري محتاج ان هو يعمل الحته دي، هتفيده اكيد في الفتره الجايه ان شاء الله.